كيفكم يا جماعة؟ شو أخباركم؟ اليوم الفيديو رح يكون كتير كتير كيوت، يعني ما بتتخيلوا قديه متحمسة، لأنه اليوم رح نجرب شغلات كتير حلوة. يكون فيديو عن جد بناتي 100%. رح نعمل تحدي إنه نجرب مكياج الأطفال أنا وميلا. لما بكون عم بتمشى بالمحلات عن جد كتير بشتهي اخذهم، مع انه انا كبيره، بس والله شو اشكالهم بتشهي. فشوفوا اليوم شو جايبين ورح نجرب. هاي العلبه شوفوا، هي هيك بتتسكر وبتصير على شكل قلب، يعني مثل مكياج ايام زمان تبع امهاتنا. هاي ميلا اختارتها، هاي انت اخترتيها. الشيء الثاني اللي رح نجربه اليوم هو كمان هاي مبينه العمر اكبر من هاي، لانه شوفوا فيها جليتر وفيها مناكير وقصص كتير كتير حلوين. الثالثة مختلفة شوي، عناية بالأظافر وبمينيكور وبديكور، وشوفوا في ستيكرز، ورح نعمل أظافرنا أنا وميلا فيها، أوكي؟ وآخر شي جبته مكياج للأطفال من شي جلام، هو مو للأطفال، مستوحى من الأطفال، ألوانه بتجي للناس اللي حابة تستمتع وتعمل مكياج هيك فن يعني. ميلا كتير كتير متحمسة. جاهزة ميلا؟ ميلا صار لها ساعة عم تحاول تفتحهم معي، وأنا عم قلها يلا هلا حنفتحهم، فحرام ملت يعني. بس قبل ما بلش الفيديو، اشتركوا بقناتي، وصلوا هذا الفيديو ل 20,000 لايك إذا حابين نضل نعمل هيك فيديوهات أنا وميلا، لأنه هذا محتوى جديد، أنا ما بعمل هيك بالعادة فيديوهات تشالنجز وهيك قصص. ويلا خلونا نبلش. أول شي رح نجرب هذا المكياج، هاي علبة الآي شادو. تارا! شوفوا ميلا فورا بدها تلون، بتعرفوا شو هاي فكرتها للعلبة؟ من الألوان المائية، يعني هو مكياج بس للعب، فجاي معه هذا البخاخ. هاي الألوان لحتى تقدروا تستخدموها لازم تبخوا عليها بهذا البخاخ مي. انتي بخي؟ هي هاي كأنه عم نلعب بألوان الأطفال. نجربه هون. واو، هلا دودي صار عيونك مثل فستانك. حلو؟ كثير حلو صح؟ على فكرة هذا المكياج بيصلح للهالوين، ها، لأنه هلأ مو جايين على فترة الهالوين والألوان وهيك. بما أنه لابسة زهري رح جرب اللون الزهري أو الموف. ميلا زهري ولا موف؟ شو اختار؟ الموف؟ أوكي ميلا اخترت الموف. ما ضل أفقع من هيك لون موف، لأنه هذا كتير بيجمنتد، يعني اللون فوراً عم يطلع، شايفين؟ بالعادة هدول اللي بنشتريهم بيكونوا يدوب بيعلموا. على كل هلأ حنجربهم لهدول على فكرة. حطيت هون لون موف وهذا القلب، وهون ميلا جنبي تحول الموضوع شوي ها عن مساره. شوفوا صار الموضوع انه نلون على الورق والطاوله على الايدين. هاي عم تلوني على ايدك؟ شوفوا بلشت تلون على ايدين. فكرتها هاي الوان مائيه اللي بنلعب فيهم. كثير حبيت مكياج ميلا على فكره، طلع عليها احلى مني. اوكي بما انه ميلا التهت هلا عم بتلون على وشها وعلى الورقه، رح ورجيكم باقي الالوان من المجموعه واللي هن نشوفوا الوان جنونيه اكثر، فيكم تستخدمون للوش للتم لكثير كثير قصص، يعني فيكم تطلعوا كل الابداع اللي جواتكم. فعندكم هدول اللونين مثلا، فيكم تستخدمون هذا كونتور، هذا هايلايتر، اللون الازرق، ما بعرف شو ممكن تستخدموه، اعطوني انتم افكار اذا حابين ترسموا شيء على وشكم. وهدول الالوان الثلاثه كمان بيستخدموا كبلاش وكحمره. فالمجموعه اسمها بلاي جراوند، إذا حابين تبحثوا عنا بالتطبيق. هلا تعالوا نجرب شو حنعمل بهدول. شو اختار؟ نقي لي واحد. دي طبعا افقع واحد نقيت. شو رايك نحط واحد هون وواحد هون؟ رح نستخدم هذا اللون ونحط بلاش. هاد للهايلايتر حتحط هيك مشان نلمع شوي. كان لازم هذا قبل الشيء الكونتور، رح احطه تحت. يا سلام، شو رايك؟ اتركوا هيك ولا ادمجهم مع بعضهم؟ ادمجهم مع بعضهم. شوفوا عن جد هاي الالوان للابداع، يلا تعالوا ندمجهم.
صارت بتشبه هذا فيلم أليس في بلاد العجائب. واو، اعطونا رأيكم يا جماعة بالمكياج الجنوني اللي عملناه أنا وميلا. حاسة لو منزيده شوي منروح على حفلة هالوين بعد شوي. ونسيت ورجيكم آخر شغلة، هاي كمان هاي بتجي مثل جلوس. هاي المجموعة صراحة واو، يعني أنا ما توقعت تكون الألوان كلها تفاقعة. انبسطنا أنا وميلا كتير فيهم. حبيتيها؟ والله ميلا ما عم بعرفها، كأنه حفلة تنكرية رايحة. بعد هالمكياج المجنون فيكم تقولوا، حاسة حالي تذكرت شخصية بفيلم هيك، يعني كانت مجنونة شوي. شوفوا إذا بتتذكروها، بتتذكروا هذا الفيلم. عن جد هذا المكياج بيناسب هيك أفلام هوليود، حسيت هلأ خارج أروق أمثل بشي فيلم. كتير حلو للناس الحابة إنه تستمتع وتعمل شغلات كرياتيف، يعني تبدع فيه للمكياج. إحنا هذا الشكل طلع معنا أنا وميلا، والله كتير انبسطنا. شوفوا ميلا صار لها ساعة عم تلعب. وهلأ صار وقت نجرب باقي الأشياء اللي جبناه هون، لذلك رح شيل المكياج أول لحتى نشوف إذا ألوانهم حلوة أو لا. لا كل شيء ما عدا هدول القلبين، وهي عم تقول كثير حبتهم ما عم تخليني شيلهم. وليك من هلا شكلها بدها تنكسر. شو هيدا؟ هيني الطياره ميلي ميك اب. بتتذكروا مكياج ايام زمان تبع امهاتنا شلون كانوا هيك تجي بتتجمع هيك كذا طبقه؟ هي كثير بتشبهها، بتجمعوها هيك مع بعضها وبتحط تتسكر، ان شاء الله ما تخلصني. هلا بالنسبه للناس اللي حتقلي انه تتحسسوا، هدول اللي المكياجات تبع الاطفال كانوا مخصصين للاطفال، فما تخافوا منهم، ما بيعملوا حساسيه. هم مستحيل يبيعوا شيء للاطفال اذا كان مانو امن. جي هون مرايه وحركات، وبعدها بتفتحوها هون عندكم هيك ثلاث طبقات، وهون في طبقه بتوقع طبقه ثانيه. شايفين هاي الريشه الصغيره؟ حنحط فيها الاي شادو، نختار هذا اللون وهذا اللون. ما رسم أبداً أبداً. أوه شوي صغيرة. أنا أنت دورك ماما. دوري أنا صح. شايفين لون بنفسجي كتير خفيف، بس يعني حلو هو، يعني هذا الميك اب للألعاب وهيك. رح نختار هذا اللون اللي شايفينه هيك الأحمر للبلاش، ورح نختار هذا الفضي للهايلايتر. كيف حلو؟ مكياجي حلو؟ هذا المكياج اوكي هو يعني بيسلي وللاطفال وهيك، بس كثير بتعب لانه يعني كثير بدكم تحطوا كميه حتى هيك يعلم شوي. هاي الحمراء شايفينها هاي الصغيره؟ شوفوا مأكلتها. واو تعالوا نشوف اذا رح ترسم او لا. انا حسب تجربتي بقول ما حتعلم ابدا. تعالوا نشوف. كسرت ما في شيء ابدا، شفافه، حمرة شفافه. هلا عرفت ليش بيقولوا هذا مكياج الاطفال امن، لانه اصلا ما بيعمل شيء، ما بيلون. كثير كيوت انت كثير. هاي الحمرة يلي قد ما حطوا منها الاطفال عادي. انا برايي حاج هاي المجموعه، خلونا نجرب باقي الاشياء اللي جبناهم. هلا اتوقع هاي المجموعه للاطفال اللي بعمر ميلا، وهاي بتوقع للاطفال الاكبر شوي، فان شاء الله هاي ما تغزلني. ميلا عم تحط من حمراء ومكيفه مكيفه. بيجي بقلبها هدول الاربعه مثل ليب جلوس، وهاي مناكير، وهاي اي شادو وبلاش وكل شيء كل شيء فيها. هنجرب لميلا هاي الحمراء الزهريه. ما حيبين عليكم بس هو جلوس وهيك فيه جليتر شوي. انا حبة. حبيتيها؟ انا حبة. ها حبتها هاي لانه لونت، هديك ما لونت. اختاري لي لون. هاي. اختارت ازرق. من هذا اللون، لون الازرق. انا حطيت اللون الازرق يلي ما له علاقة بالازرق ابدا، وين الازرق بالموضوع؟ لما تاكلي شوي شوي حطي. فهمت شي. شو ميلا عيدي؟ انا. انت شو؟ انا بدي كيك. ها انت بدك تمكجيني؟ لا. شو نخليها ولا لا؟ بتجيني. بتجيني الي؟ تكنيني. مكيجك الك؟ تكنيني. لا انت. الله يستر يا جماعه. واو كثير سخيه بالكميه كثير.
في شيء وقع على ايدي. شوفوا المكياج جل هذا. ميلا انا حاسستها عم تغرف معلقة اكل يعني. حاج ميلا حاج. يلا تعالوا ندمجهم ما نظلم ميلا. واو. صار عم حط اصبعتي عم بتدبق يعني عم شيلها بالزور. انا اعرف شوي. ايه انتي بتعرفي كتير حلو طالع معك. هلا نروح على حفلة هالوين اوكي؟ يا بلا خافت بلا. بلا خافت وخوفة؟ ها قصدها انه هذا المكياج بخوف، بخوف بلا فيه. بلا ما كمان بلا متخدمون بلا. بلا بيبي ما بصير. ليه؟ بلا كلاين. بلا صغيرة ما بصير تحط. حطي كادي. كتير حلو. اوكي يا جماعه اكيد انتم مستغربين انه كيف عم خلي ميلا هيك. هدول الالوان عن جد امنين للاطفال يعني يا دوب بيرسموا. نحط مناكير اوكي. تعالي نجرب هاي ما جربناها. هاي بيجي معها تبع الاظافر وهون المناكير والمبرد وهي ستيكرز عشان اذا حابين تحطوا على اظافركم. عندي فكره، شو رايك نحط كل الالوان على اظافرنا هيك نعملهم ملونين؟ يا ماما انت حطيت بينك. ماما بدك بينك؟ بينك زي حطت لك. ماما انت بدك؟ انا حطيت هذا بنفسجي. وين ضل ما حطينا؟ هون في كله كله في كله كله. وين كله كله؟ حطينا كله كله. انفخي هلا انفخي. كتير حلو. كتير حلو؟ لأني أنا أوفان بدي. بدك تروفيه على الروضة عم تقول، بدك تروفيه على الأوفان؟ لا. لمين بدك تورجيه؟ أوفان. لأنستك؟ لا. تسة. لتسة بدك تورجيه؟ بدي حطلها لميلا لأظافرها ستيكرز. هدول شوفوا جايين معهم بتلزقوهم على الأظافر ومعهم هاي الأداة منشان تركبوهم فيها. حط دونات. شو هاي؟ دونات. هاي شو اسمها؟ دونات. دوناس؟ يا حطها هون؟ يوم ميلا بقمة السعادة لأنه يوم كل شيء مسموح، كل شيء عم نجربه. لوين بدك تروحي هلا؟ أبوها بدها تروح على الحضانة قال عشان تورجيهم لرفقاتها. اوكي يا جماعة وهذا كان مكياج اليوم. او ماي جاد لو تشوفوا وشي قديه مدبق ما عم بقدر ادقر خدودي فبدي اطلع امسحه كله. للصراحة يعني غراض شي جلام يفوزوا اكثر. كثير كثير استمتعت وانا عم اشتغل فيهم. لايك اعملوا لايك. لايك سبسكرايب لبريدات شير شير وباي باي 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 باي. بدي احطلها لميلا لاظافرها. ستيك. ولا استيكرز ميلا وين طارت العاده.